طبعا بما نتكلم اليوم عن جائزة كاتارا للرواية العربية وفرصة اليوم أن نستضيف كوكبة من عمالقة يعني الرواية العربية وأيضا المشاركين والمسؤولين أيضا، يسعدنا طبعا اليوم أن يكون معنا الدكتور واسين الأعرج صاحب رواية مملكة الفراشة الفائزة في فئة الروايات المنشورة بالدورة الأولى. مرحبا وسهلا فيك، وأنا سعيد وجودك معنا. أنا كمان شكرا جزيلا. وطبعا ودي يطول معنا الحديث ولكن الفترة محددة ولا يهمك ما شاء الله، هناك أنت ما شاء الله عندك يعني في جعبتك الكثير ما شاء الله. تسلم. أيضا أعزائنا المشاهدين معنا الدكتورة حياة القرمازي مديرة إدارة الثقافة وبرنامج حماية التراث للإليسكو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. مرحبا سيدي الدكتورة. أهلا وأنا سعيد وجودك معنا. شكرا شكرا. خليني أبتدي معك لأن بما أننا الآن في كتارة دكتورة، يعني هناك مقترح من كتارة نعم. قدم لكم لاعتماد يوم 12 أكتوبر يوم للرواية العربية. نعم. ماذا حدث في هذا المقترح؟ نعم. شكرا. بطبيعة الحال عرضت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هذا المقترح على مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذين اجتمعوا في العاصمة التونسية في شهر 12 في شهر ديسمبر 2016، وحظي هذا المقترح بالإقرار أصحاب المعالي الوزراء ورحبوا أيضا بهذه الفكرة. ومنذ ذلك التاريخ انطلقت المنظمة في الإعداد وفي القيام بالترتيبات اللازمة، حيث تنقلنا أولا إلى المجموعة العربية في اليونسكو أي المندوبين الدائمين للدول العربية في المنظمة، وعرضنا عليهم هذه الفكرة التي لقيت ترحاب العديد من الدول العربية. طبعا كاتبنا الكبير والروائي الجزائري وسيني الأعرج سؤال ذو شقين، العلاقة بين الرواية والمسرح. وقيل لي أن الأستاذ واسين الأعرج لم يكتب بالفرنسية، أنا شكيت في المعلومة هذه. عندك حق أنك تشك فيها. أنا شكيت فيها يعني. عندك حق. لا أنا خلينا نبدأ من الأخير يعني. أنا كتبت باللغة العربية وجئت إلى اللغة العربية متأخر قليلا. لأنه أنا من تكوين جيلي كله تقريبا فرنكوفوني في ذلك الوقت يعني. جيل الخمسينيات ما كان عنده فرصة أنه يتعلم اللغة العربية، تعلمتها لاحقا بحب يعني، وبالتالي كتبت بها يعني قتن. وهي خليني نقول اللغة المهيمنة في الكتابة الروائية. طبعا كتبت نصوص باللغة الفرنسية شي 3-4، أما الأغلبية طبعا باللغة العربية إضافة للدراسات يعني النقدية بعدها مكتوب باللغة الفرنسية. وأعتبر نفسي كاتب باللغة العربية. مسرحية الغد بإذن الله راح تعرض. نعم. هذه من كتاباتك؟ نعم، هي مأخوذة من اسمها الحرب الصامتة، والعنوان هو اجتهاد من المجموعة المسرحية. أما عنوانها الأصلي فهو مملكة الفراشة، لكن في الرواية فيه فكرة تدور حول فكرة يقول أنه هناك حروب معلنة اللي هي الحروب صدامية إلى آخر بين أمتين، هناك الحروب الأهلية مبين أنه داخل المجتمع نفسه توقع صراعات وخلافات إلى آخره، وهناك حرب صامتة يموت فيها الناس وهم لا يدرون لماذا. نخليها سر نكشف المسرحية. لا لا أنا حكيت عن المسرحية، أنا حكيت عن الحروب فقط. يعطيك العافية. الله يعافيك دكتورة حياة. اليوم لما أتكلم عن جائزة كتارة للرواية العربية ورصد تقريبا نصف مليون دولار كجوائز ودعم، كيف تقرأين هذا الدعم القوي من دولة قطر متمثلة في كتارة؟ نحيي هذا الدعم ونحيي هذه البادرة. نحن اليوم نحتفل بالدورة الثالثة، وأنا أعتقد أن هذه الجائزة أتت في وقتها. لا يخفى علينا أن الوطن العربي يعيش حاليا ظروف دقيقة لم يعرفها التاريخ قط، وللأسف نعيش نوع من التصحر الثقافي اللي هو سبب سقوط العديد من أبنائنا من شبابنا في الأيادي الآثمة للتطرف والإرهاب. فهذه فرصة. هذه فرصة. الرواية تهذب الذائقة الفنية، الرواية تحصن شبابنا من خطر الانزلاق في الطيارات وفي ثقافات الموت بصفة عامة. كذلك لا ننسى أن هذه الرواية هي نستطيع أن نقول تجربة هامة
فيما يتعلق بربط الثقافة بالتنمية الاقتصادية وتنمية الصناعات الثقافية، ونحن اليوم في حاجة لذلك أمام المشاكل التي يعيشها العديد من الشباب العربي من بطالة إلى غيره. ثقافتنا هي التي ستكون في قلب منظومة التنمية المستدامة في الوطن العربي، وهذا هو المستقبل. جميل. أثناء حديثك الآن أستاذ أو الدكتور وسيني الأعرج في صمت ويتفكر. أنا توقعت بيقول بيت شعر، بيقول بيكتب شيء مثلاً، ياريت كنت شاعر يعني. ولكن أتوقع يمكن هو كان يبي يربط بين قيمة الجائزة ودعم دولة قطر من خلال كثارة وبين الرواية. هل فعلا جائزة مثل هذه بهذه الضخامة بهذه التجهيزات بهذا الدعم القوي من دولة قطر، هل فعلا راح يؤثر إيجابا على دعم الرواية العربية؟ لا طبعا هو أثر، يعني من الدورة الأولى فعلا كان فيه تأثير كبير، لأنه جائزة كثارة جات كواحدة من أهم الجوائز العربية التي تعطى للرواية. في الحقيقة قيمتها الكبرى هي أنه الجائزة تجعل من النص الذي كتب وهو نص غير مرئي، تجعل منه نصا مرئيا الناس يشوفوه يعرفوا بأن الرواية الفلانية التي تحمل العنوان الفلاني للكاتب الفلاني فازت بجائزة محترمة وقيمة إلى آخره. إذن هذا واحد من مهمات الجائزة. أيضا ربط الكاتب أيضا بالقارئ. جميل. المقرؤية أيضا هي عبارة عن تكوين، هي عبارة عن جاذبية، يعني تحدثها الجائزة تجاه النص وليس تجاه دائما لأنه هي تنبهك أنه فيها نص. والقارئ شو مثلا مملكة الفراشة بعد الجائزة طبعت طبعات متعددة، وهذا في الحقيقة الفضل الكبير طبعا يعود إلى الجائزة، لأنه الجاذبية القرائية نحن ما عدناش في الوطن العربي مثلا إعلام قوي وإعلام متخصص إلى آخره يتنبه للكتاب، لا. لكن أيضا في ثقة في بعض الجوائز، القارئ لما يسمع بأن النص الفلاني فاز بالجائزة الفلانية فهو في أول معرض يصادفه سيذهب نحو الكتاب. دكتورة حياة، الآن بتخاطب معك كمنصب، وعلاقتك كمديرة إدارة الثقافة وبرنامج حماية التراث الألسكو بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وعلاقتكم الوثيقة مع كثارة الحي الثقافي في دولة قطر، كيف هي العلاقة بينكم؟ وأيضا خلينا نقول بين قوسين هي أيضا جائزة كثارة للرواية العربية. العلاقة هي وثيقة، هي علاقة تعاون تشمل مجموعة من الميادين وأهمها الرواية العربية. بطبيعة الحال المنظمة العربية هي التي أعطت الغطاء العربي، الغطاء الإقليمي، هي أعطت المظلة لهذه الرواية لتكون رواية عربية إقليمية أولا. ثانيا هذه الجائزة بطبيعة الحال هي تحفز الهمم، ودور المنظمة أنها تساعد الدول العربية الأعضاء في أول حاجة التعرف على هذه الجائزة التي تحفز كما قلت منذ حين الهمم، وتشجع على الإنتاج وتنمي الذائقة الفنية. ثم مجالات التعاون بين الألكسو وكثارة هي متعددة، لكن سأقف على نشاط هام نقوم به حاليا وهو تدوين أو إنشاء بوابة عربية للأداب والفنون، وبإذن الله تتعاون المنظمة مع كثارة لنبدأ أو نشرع أولا في توثيق وتدوين الرواية العربية. نعرف أن أبنائنا أول حاجة هم مقبلين جدا على استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة والرقمنة، تساعد للترويج وكذلك للتعريف بهذه الروايات التي حظيت بأنها أولا فازت بالرواية أو حتى شاركت. فالمشاركة أيضا هي هامة. المشاركة هي هامة أيضا. أنا في رصد سريع رصدت 24 رواية، قد يكون أكثر، بس أنا رصدت 24 رواية. منها بواب الحمراء، طوق الياسمين، ضمير الغائب، وبابا إلى ذلك. ما هو الجديد؟ السؤال كان بصميم. يعني أنا انتهيت مؤخرا من رواية أثير على نفسي، أخرتها زمن طويل، وهي ليالي إيزيسكوبيا. إيزيسكوبيا هو الاسم الاستعاري لمي زيادة.
نعم. وهو والرواية تتناول اللحظة الفاصلة في حياتها عندما اتهمت بالجنون. فتعرف كم من كاتب يعني عالمي عظيم. فانتهى أو انتهى به الأمر إلى 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 إلى, إلى مستشفى الأمراض العقلية. وهي رواية حقيقية أو موضوعتها حقيقية. أنا الآن أجتهد يعني بشكل قوي لكي تكون حاضرة في معرض الجزائر إن شاء الله. إن شاء الله. قريب يعني. أعزائي المشاهدين، كان ودي صراحة الوقت يطول فينا أكثر، وأستمتع يعني ما شاء الله ب يعني عمالقة الأدب والثقافة في وطننا العربي. الدكتور حياة قرمازي، مدير الثقافة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، شكرا جزيلا. شكرا. وأنا اشترك بمعرفتك وحضورك معنا. شكرا لك والسيدة المشاهدين والسيدات المشاهدات هذه القناة. وأيضا طبعا الكاتب الروائي الكبير الجزائري الدكتور واسين العرد، شكرا جزيلا لحضورك وتشريفك لنا. أعزائي المشاهدين، بكرة الموعد الساعة 10 صباحا، هناك فعاليات كثيرة ممتدة إلى الساعة 8 مساء، موعد توزيع الجوائز بإذن الله تعالى. الحضور مطلوب، حياكم الله، تعالوا استمتعوا. ونرجع لزملائنا في الاستديو.